من منا لم يسمع ما حدث مع الممثلة الجزائرية مونيا بن فغول؟ فبعد حادثة قتل الفتاة شيماء برزت مجموعة من الفنانات الجزائريات في حملة بعنوان معا لمكافحة العنف ضد المرأة في الجزائر، وطبعا كانت مونيا بن فغول إحدى الممثلات المشاركات في الحملة بهدف التوعية ومكافحة جرائم قتل النساء، لتظهر في بث مباشر على حساب الانستغرام الخاص بها وهي منفعلة وتتحدث عن الاغتصاب قائلة: شيماء الله يرحمها، نقطة. ماشي شيماء كان عندها تيك توك، ماشي شيماء حفظوها دارها، ماشي شيماء كانت تخرج معاه، ماشي شيماء ما تعرفوش قاع الحكاية، ماشي شيماء تستهل، ماشي شيماء شح فيها، ماشي شيماء شتوش كانت لابسة. On ne trouve pas d'excuses à des violeurs. اختصاب، هذا اختصاب، يعني elle n'était pas consentante. سيد حرقها، وحرقها. مونيا لم تكتفي بذلك، وأيضا وصفت في الفيديو الرجال ونعتتهم بالمكبوتين لتشنع حملة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، وترد هي الأخرى برفع دعوى قضائية ضد من قام بشتمها في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مع لا سيبر كريميناليتي، يعطيكم الصحة. باغ كونت تاني عندي جاي سوبر يشوف مليح، باسكو شوفوا درت دو بوبليكاسيون شويه علاش اي تو، دونك دوكو سي بور سا جي انلفي باسكو يزن خلو شويه لي في سوربريز. خير كي يجيو تقولهم في الدار، سافا ايت بلو سامبا. اي فوز انكيتي با، فوز اوري تو لي ايبيزود لي راهم جايين. لكن مونيا بن فغول تعود الان بعد مضي 3 أشهر لتطل على متابعيها في فيديو مباشر على صفحتها على الانستغرام، تطلب الصفح من الجزائريين على كل ما بدر منها من وصف غير لائق في الفيديو السابق. اي بيرسونيلمون ميم فرانشمون اللي ما فهمهاش مليح، واللي قلت لكم اوكور اون فوا غاتو الهضره، واللي حسها باللي كنت نهضر عليه، با جو ميكسكوز. سيتي با البوت، لو بوت ما الحكايه تاع شيماء الله يرحمها كانت قاستني بزاف، دونك شغل كي هضرت ديريكتومون. كاين ناس قالوا لي وي فالي كو، شغل انا جو بيرسون تري سبونتاني، دونك ما كتبتش ديسكور وجيت هضر لكم. دونك واش كنت نخمم؟ قلتو لما كوميونيتي عبيل، دونك لهم كاع اللي كانوا في هذيك البلاصه شفتهم. ما قلتش كاع لي الجزائريين، ما قلتش الجزائريين، ما قلتش الشعب الجزائري. صديقه سي اون فيديو اللي كان فيها 11 دقيقه، لو كان كنت حابه نهضر 30 ثانيه لو كان نهضر 30 ثانيه جوست. دونك فريمون يا با دو سوسي. وحنا دو فاصون فو سافي لي الجزائريين، حنا اوني كوم اون تري غراند فامي، اون ابو نتعايرو ونسابو ونديرو اي تو، اون سي ريكونسيلي ا شاك فوا، نتفاهمو على فا، نعود نلقاو في عائله وحده، خاوه يضربو ما بيناتهم ومن بعد على فا يتفاهمو، اي سا اريف اي سي با غراف.